لا يا فندم، بعد اذن سيادتك ده ما حصلش طبعا. البواب ده، انا اسف يعني في الكلمه دي، بس البواب ده حمار. يعني ايه موجوده في الشقه قبل انا ما اكون موجود فيها؟ لو سمحت فؤاد بيه، انا بسالها هي. حاضر يا فندم، حاضر، انا اسف. ردي يا حبيبتي، لو قادره تردي ردي، خلي سياده الوكيل يطمن. اتفضلي. لا يا فندم ما حصلش، انا اول مره اروح المكان ده مع بابا وقت ما حصل الحادث. ايوه، بتقول لسيادتك اول مره اروح المكان ده مع بابا. غريبه، امال ايه البواب بيأكد ان دي مش اول مره يشوفك فيها وانك دايما بتترددي على الشقه دي؟ هو يا فندم الكلام الغريب ده؟ ده كلام البواب. بعد اذن سيادتك يا فندم، معلش ما اقدرش اسكت يعني. بعد اذن حضرتك، الكلام ده ما يصحش ابدا. اقول دي بنت متربيه ومتزوجه، واخد بال سيادتك؟ والمكان ده انا قلت لك تيجي علشان انا كنت هشوف الشقه دي علشان ابني. المهم يعني ثالثا، الشقه دي بتاعت صديقي، وقلنا الكلام ده واكد على كلامي وامن على كلامنا احنا الاثنين. فؤاد بيه، انا مقدر جدا ان دي بنت حضرتك، ومقدر كمان الحاله اللي انت فيها، بس ده شغلي ومن واجبي كمان ان اشوف اذا كان في حاله جنائيه ولا لا. حاله جنائيه؟ يعني ايه يا فندم؟ انا مش فاهم اي حاجه. حاله جنائيه ازاي يا فندم؟ بس حد زقها يعني. حبيبتي قول لسياده الوكيل عشان اطمن، في حد لمسك؟ في حد زقك؟ اتكلم يا ماما. لا يا فندم. يعني حضرتك سبقتها على هناك وهي جت بعديك بشويه. طيب. طيب، معنى كده ان هي ما كانتش عارفه المكان وحضرتك بعت لها اللوكيشن على الموبايل بتاعها؟ لا يا فندم، انا وصلت لها بالبلد كده، مش حكايه يعني، مش في الصحراء ده. وهي اسم الله عليها عرفت المكان وجت على طول. بس مش ده اللي حصل يا منى؟ مش ده اللي حصل حبيبتي؟ قول لي سياده الوكيل يا ابني عشان طب معلش تك على نفسك شويه. ايوه يا عيني يا بنت، مش قادره تتكلم بس بتقول لسيادتك ايوه يا فندم، هو ده اللي حصل. هو يا فندم مش في كاميرات موجوده في المكان هناك؟ يعني ممكن بسهوله جدا نقدر نعرف اذا كان البواب بيكذب ولا لا. ايوه صح، برافو عليك يا ادهم، طالما في كاميرات بس البواب، المشكله في البواب ده، يا اما هيطلع حمار يا اما هيطلع مش تمام، وفي الاخر هيغير كلامه عشان يبتزنا يعني. لو سمحت، لو سمحت اتفضلوا بقى انتوا الاثنين اطلعوا بره، خليني اعرف اكمل التحقيق. خلاص انا فهمتك، انا اوعدك. خلاص لا، مفيش وعد، من فضلك. حاضر يا فندم، اتفضل. حسبي الله ونعم الوكيل، فيك بواب. ها الاخبار؟ لسه شويه. ليه يعني كل ده؟ خش سالم. ادم، ادم بحياته، روح حياته. هو في ايه يا ابني؟ روح حياته بقى، توجع شقلبي، ما تسيبوش لما تجيبه. انا قلت لك الحكايه دي مش هتعدي بالسهل. ما سمعتش كلامي؟ واضح انه فهم. يفهم بقى ولا غرفه 60 ده يعمل له ايه؟ انت ايه اللي مقعدك؟ ما تروحي تذاكري، باباكي سايب لك السواق من الصبح. يلا قومي. مش عايزه اروح. مش قلتي عندك امتحان؟ انت لسه فاكره اليوم عدى؟ خلاص خلاص بقى يا ستي، سيبيها. سايباها. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.